مرحبا بكم في موجز الرابعة من إنفوجراد. أعلنت وزارة الداخلية النمساوية وصول نحو 200 ألف لاجئ أوكراني إلى النمسا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل نحو شهر، مشيرة إلى أن نحو ما يقارب من 80% من هؤلاء اللاجئين توجهوا في وقت لاحق إلى دول أوروبية أخرى، وقد تم تسجيل حوالي 20500 لاجئ في النمسا. وأوضحت الوزارة أن عمليات تسجيل النازحين ستستمر من أجل منحهم بطاقة الإقامة، والتي بدورها تمكنهم من الوصول إلى سوق العمل، مؤكدة أنه يجرى التحقيق من صحة الوثائق الأوكرانية وأخذ بصمات الأصابع لإصدار وثائق الإقامة، لافتة إلى أن أغلبية هؤلاء الوافدين يفضلون الإقامة في العاصمة فيينا. تتم محاكمة شاب سوري يبلغ من العمر 26 عاماً في بورغنلاند اليوم الأربعاء، جاء إلى النمسا في أغسطس عام 2020 كطالب لجوء بتهمة انتمائه إلى ميليشيا إرهابية في سوريا والشروع في القتل، وهو ما نفاه حيث قال أنه انضم إلى جماعة جيش السنة والتي يعتبرها المتهم أنها جيش التحرير ضد إرهاب الأسد في سوريا عام 2015، والتي صنفت فيما بعد أنها منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. ووفقا للمتهم لم يكن الهدف هو إقامة دولة إسلامية راديكالية، وكان هدفه تحرير مدينة إدلب من قبضة نظام الأسد الذي قتل أهله. ويذكر أن طلب اللجوء الخاص به قد رفض، وتم القبض عليه في ألمانيا ببطاقة هوية مزورة في يناير، وهو محتجز منذ ذلك الحين، ومن المتوقع صدور الحكم بعد ظهر اليوم. أعلنت وزيرة البيئة والبنية التحتية لوينالد فيسلا ووزيرة الخدمة المدنية إليزابيث كوستينغا ووزيرة الدفاع كلاوديا تانا في محطة فيينا المركزية توفير تذكرة المناخ للموظفين العسكريين والمدنيين الأساسيين في النمسا مجانا، وذلك اعتبارا من الأول من أبريل. وأوضحت جيفيسلا أن أمر العمل الطوعي كافي لاستلام التذكرة بشكل غير بيروقراطي من مكاتب الحجز المسبقة المعروفة، سواء من اتحادات النقل الإقليمية أو OBB أو فيسبان، مؤكدة أن هذا يجعل من الخدمة المدنية أكثر جاذبية وفي نفس الوقت مساهمة في حماية المناخ، وهذا ما أثنت عليه كوستينغا هي الأخرى. ومن ناحيتها أعربت وزيرة الدفاع كلاوديا تانا عن سعادتها بإمكانية فعل أشياء إيجابية للجنود وأنها مساهمة وتقدير لمن يحمينا. أجرت إنفوجراد حواراً خاصاً مع الشاهد الملك علي حسون في قضية الكبتاجون، والتي أثارت جدلاً واسعاً على مدى الشهور الماضية. المتهمون هم أعضاء في منظمة دولية حاولوا تهريب أقراص الكبتاجون من لبنان إلى السعودية عبر النمسا، وانتهت المحاكمة في سالزبورغ بثماني إدانات وست أحكام بالبراءة. وقال حسون أنه في بادئ الأمر لم يكن يعلم شيئا عن الكبتاجون، ولأنه لم يود الاستمرار في هذا العمل الذي لا يناسبه قام بإبلاغ الشرطة. وأضاف أن المتهمين والمحامين قاموا بتهديده بالقتل وقتل عائلته وفبركت قضية له، ونفى أن يكون شريكاً في جلب الأقراص مثلما ادعى المتهم الأول ومحامو الدفاع الذين قاموا بتشتيت الرأي العام ومحاولة إبعاد المحكمة عن القضية الأساسية ألا وهي الكبتاجون والإرهاب، واتفقوا مع الإعلام النمساوي تسجيل ما يدور في المحاكمة لصالحهم. كما أكد الشاهد الملك ارتباط المتهمين بحزب الله الإرهابي المصدر للأقراص. وأخيراً أشاد حسون بتغطية إنفوجراد للقضية ومحاولتها نقل تفاصيل المحاكمة وشرح الواقع بحيادية. كان هذا موجزنا، ونلقاكم على رأس الساعة السادسة في قراءتنا الإخبارية الموسعة، وإلى اللقاء.